في مقر مجلس النواب المغربي في الرباط، أجرى رئيس المجلس رشيد الطالب العلمي مباحثات مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بزامبيا مالونغو شيسانغانو والوفد البرلماني المرافق لها. تمحورت حول أهمية التنسيق البرلماني عبر التشاور والتنسيق وتبادل زيارات العمل. وقد ذكر بلاغ لمجلس النواب أنه تم خلال المباحثات إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وهيكلة كل من مجلس النواب والجمعية الوطنية واختصاصاتهما ومصادر العمل وتدبير شؤون النواب. ويقوم وفد الجمعية الوطنية بزامبيا بزيارة عمل المغرب من 15 إلى 22 من أبريل الجاري.